صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأستاذ علي حسن خليل وزير المالية اللبناني، ممثلا الأخ الأستاذ أنا بفاني مدير عام وزارة المالية، السادة أعضاء مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينا FCCG، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة كلهم باسمه وصفته، أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم. نتشرف اليوم بحضور ومشاركة وزارة المالية اللبنانية ممثلا بسعادة الأخ الأستاذ أنابي فاني مدير عام وزارة المالية في الجمهورية اللبنانية رغم انشغالاته الكثيرة في هذه المرحلة. ويسعدني أن أرحب بالسادة أعضاء مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسائر المحاضرين الكرام وضيوفنا الأعزاء الذين لبوا دعوتنا للمشاركة في هذا الملتقى الذي سيبحث اليوم في الخلفية الضرائبية للمعيار الدولي للتبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية أو ما يعرف بالكومن ريبورتينج ستاندرد، والذي اعتمدته منظمة الـ OECD في 19/7/2014 بناء لتوصية من مجموعة 20. وبموجب هذا المعيار بات لزاما على الدول أن تتبادل البيانات والمعلومات الضريبية العائدة لأنواع محددة ومعينة من الزبائن الذين يخضعون للضرائب أو ما يعرف بدافعي ضرائب تاكس بايرز. وكما تعلمون فأن لبنان من الدول التي التزمت بهذا المعيار بموجب المرسوم رقم 1022 بتاريخ 21/7/2017 والقاضي بموجبه تطبيق هذا المعيار في لبنان، وذلك بناء على القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 27/10/2016 والذي يتضمن نطاق هذا المعيار والإجراءات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية. أيها الحضور الكريم، استكمالاً لملتقياتنا السابقة حول هذا الموضوع، نهدف من خلال ملتقانا اليوم إلى توضيح أهمية تمكين السلطات القضائية من الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لدافعي الضرائب الذين يشملهم هذا المعيار، وتداول هذه المعلومات تلقائياً مع السلطات القضائية في الدول الأخرى. وسيناقش هذا الملتقى من خلال الخبراء والمتحدثين على إلقاء الضوء على آخر المستجدات العالمية بشأن تطبيق هذا المعيار وآلية تداول البيانات المالية لدافعي الضرائب بين السلطات المختصة في مختلف دول العالم الملتزمة باتفاقية تبادل البيانات الضريبية والاستعدادات الجارية لتطبيقه سواء على المستوى العالمي أو المحلي. ومن خلال خبراؤنا سوف نستعرض التجربة اللبنانية المتمثلة بالمرسوم رقم 1022 الذي يتضمن الدليل الإرشادي ويحدد آلية ونطاق تطبيق هذا المعيار في لبنان. كما سنستعرض أيضا النتائج المترتبة على المعيار الدولي CRS وكيفية التأقلم مع هذه النتائج وخصوصا جهة التهرب والازدواج الضريبي وحركة الودائع، إضافة إلى تحديات التطبيق العلمي للمعيار الدولي CRS. أنا حأكتفي بكلمتي هون، ما بقى عندي يعني كلام المكتوب، بعتقد كل الناس بتعرفه، ولكن الأمين العام يقولون لي لازم أقرأ، فأريداً لازم نقرأ. ونترك طبعاً للخبراء والأستاذ أنا بفاني يشرح الموضوع. أنا بس عندي رسالة واحدة بحب أقولها. فعلاً العالم اليوم عم بيواجه كثير قوانين وإجراءات، وربما لحتى نحقق مكاسب سياسية عم نفرض بعض هذه القوانين وهذه الإجراءات، ودور المصارف أو دور القطاع المصرفي بتطبيق هذه القرارات عم يكون دور أساسي. يعني أي قانون بيطلع، إذا بدأنا من قانون فاتكا وهو قانون ضرائبي عابر على الحدود ما له دعوة فيه،
بالنتيجة القطاع المالي هو اللي طبقه. إذا في عنا قرارات سياسية تتعلق بعقوبات مثل لبنان لحزب الله وغيره، المصارف اللبنانية أو المصارف قطاع المالي هو لازم يطبقه. فإذا اليوم في دور محوري للقطاع المالي فعلاً، وعنده صار دور أكبر مش مجرد هو عمليات مصرفية، صار عنده دور رقابة، دور ملاحقة، دور يعني ما بقول دور الأمن أو دور البوليس، بس فعلاً صار في تحديات كبيرة عم تواجه هذا القطاع المالي، وبالتالي التحديات ومتطلبات العمل المصرفي اليومي عم يكون كل يوم أصعب. حتى فيما يتعلق بموضوع CRS، بالرغم أنه هو تبادل معلومات ضرائبية بين الوزارات المالية بالعالم، طبعاً حنناقشه خلال اليومين، ولكن بالنتيجة إجت المصرف والدور مدير الالتزام حيكون عنده دور كبير بتطبيق هذا المعيار وتعامله مع القطاع، مع وزارات أو مع الحكومات. من هون نحن كمان بنهني امبارح لبنان وقع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهذا أمر ضروري جداً فيما يتعلق تبادل المعلومات أو أي شيء بتعلق بتطبيق أي قرارات، لابد من التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص. كمان حابب أذكر اليوم القطاع المصرفي العربي بنهاية أدار أو نهاية الربع الأول من عام 2017 حقق إجمالي موجودات تعدت 3.3 تريليون دولار، وأيضا قدر مول هذا القطاع بحدود 1.7 تريليون دولار. إذا بنقارن هذه الأرقام مع الناتج المحلي الإجمالي بالعالم العربي، بنلاقي إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي يعادل 130% من الناتج المحلي الإجمالي، بعادل 130% من الجي دي بي. إذا بنقارن التمويلات التي أتت من القطاع المصرفي العربي بتعادل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم العربي. وبالتالي هون بنشوف قديش دور كبير للقطاع المصرفي فعلا في تمويل الاقتصاد، وقدي عنده دور في عصب يعني لما عم نحكي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، فإذا فينا نقول هو الباك بون تبع الاقتصاد العربي. حأكتفي كلمتي هون، برحب بالجميع وأهلا وسهلا فيكم، وبنفس الوقت بدي رحب بأعضاء مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، الأستاذ مايكل موتاسيان اللي هو نائب رئيس هذه المجموعة وأنا تشرفت برئاسته، حيشرح أكثر أو حيعطينا يسلط الأضواء ما هو دور هالمجموعة، كيف تأسست هالمجموعة، شو أهدافها وشو مشاريعها المستقبلية. نحن نعتبر هذه المجموعة بغاية الأهمية، ما بدي أحكي عنها، حأترك الموضوع للأستاذ مارتن موتاسيان اللي هو أكيد حيعطينا صورة كاملة عن دور هذه المجموعة أو أهداف هذه المجموعة. بتشكركم وأهلا وسهلا فيكم، شكرا.